تخي لكم مرجعتش وكي رجعت لكم مش جديد. والله حبيت نحكي واحد الحكايه برك. نهار تاع اليوم ما فهمتش نسى كل قاعده تعيطت لي وحده قالت لي، هي بعثت لي لها فوتو في الواتساب تاع راجلها، قالت لي اختي لقيتك مصوره معاها. يعني عادي، حاجه عاديه دركا، انا الناس تعرفني باينه، خلاص الناس تحبني راح يلقوني يصوروا معايا، ولا تعيطوا لي انا حسبوا رجالاتكم، حسبونيش انا انسانه معروفه، الناس تصور معايا، الناس تعيط لي. معيطك دركا تقولي لي لقيتني ميغو تاعك عند صاحبي، سبحان الله يا ربي. تعيطوا لي انا فيني في اصحابكم ورجالاتكم، تعيطوا ليش لي انا حبايبي؟ ما تزيدوش تعيطوا لي، ورجال من فضلكم قبل ما تصوروا معايا سقسيوا نساكم باسكو ميديرونجيوني انا، وانا كي تعيطوا لي نعطيكم الصح، اني نقول لكم الحقيقه، بديروا حسابكم. ما تزيدوش تعيطوا لي اختي، روحي احكمي في صاحبك ولا في راجلك، تجيني هي انا ديري شخصيه لروحك، ديري قيمه لروحك.